طبعا من أجل تنويع الاقتصاد يجب أن نبحث عن تنويع مصادر التمويل، وبالتالي قررت الجزائر إعادة النظر في منظومتها القانونية والنظامية التي تسير الاستثمار في الجزائر، وهذا حتى نعطي أكبر ثقة للمستثمرين ونعطيهم أكبر ضمانات. فلأول مرة في تاريخ الجزائر تم إصدار قانون للاستثمار بكل الآليات التطبيقية، وكنا في نظرة جد استباقية، بحيث قمنا لأول مرة في تاريخ مناخ الأعمال في الجزائر بإنشاء الشباك الوحيد للاستثمار والمنصة الرقمية للاستثمار كذلك، حتى نتجنب البيروقراطية السلبية التي كانت سائدة في وقت قريب جدا.